أيحسب الصبي أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى ما بان دمع على طلل ولا رزقت لذكر الباني والعلمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. معنا النهاردة جماعة ضيفتي العزيزة أيقونة التجميل في مدينة 6 أكتوبر أو زي ما بيقولوا نمبر 1، معايا الدكتورة سمر يحيى رشدي، أخصائية التجميل والليزر وأخصائية التغذية العلاجية وإدارة السمنة والنحافة جامعة عين شمس وخبيرة التجميل بمركز بيرفكت كلينيك. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بيك، منوراني النهاردة. الله يخليك ونورك. طبعا أنا مبسوطة قوي بوجودي معاكم النهاردة، وحابة أقول للسادة المشاهدين وأقول لكم كلكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعدوا الله علينا بالخير جميعا. آمين يا رب. طبعا أنا جاي أتكلم معاكم النهاردة على حاجة، بما أن أنت البرنامج عندك اسمه كلمة السر، فأنا جايبة لكم النهاردة كلمة السر في عالم التجميل ولكل مشاكل البشرة. تمام. طبعا كلنا في حياتنا بيبقى عندنا ضغوطات في الحياة ومسؤوليات وبنتعرض لتأثيرات خارجية بتأثر علينا بالسلب على طول، فقدان عزيز، خذلان، ضغوطات حياة عامة، كل ده بيأثر بالسلب علينا، بيأثر على جسمنا، بيأثر على صحة شعرنا، على صحة بشرتنا. طبعا أكتر حاجة بتتأثر وبيبان عليها البشرة. فأنا جايبة لكم النهاردة كلمة السر لحل جميع مشاكل البشرة، وهي الديرما بين. أو يعني النهاردة دي حلقة تهم كل ستات مصر. التجميل طبعا بيسيبوا كل وراهم وبيتفرجوا علينا. يعني انت النهارده جايبه لنا نقطه من اخر السطر في عالم التجميل. بالظبط. ان شاء الله جاي النهارده تكلميني عن ايه يا دكتور؟ عن جلسات الديرما بين، وهي بتستخدم في ايه، بتحل مشاكل ايه، كل حاجه هقولها لكم دلوقتي ان شاء الله. تمام. ايه هو الديرما بين يعني، او تعريف بسيط كده للديرما بين؟ الديرما بين دي هي بتبقى زي اداه كده زي القلم، بيكون معاها سنون. انا جايبها لكم معايا برضو عشان أيوة تشوفوها كده. كويس، هي كده، دي زي القلم. اوكي. بيبقى معاها سن بيتركب، طبعا ده بيبقى سنجل يوز لكل بيشنت علشان الاستريلايزيشن والبرايفسي. تمام. القلم ده بيتركب فيه السن. القلم ده بيكون فيه زي يعني لو الكاميرا تقرب شويه هبين لكم. حلو. بيبقى فيه مقاسات. تمام. ربع، نص، واحد من واحد، واحد ونص. حالا الكاميرا هتقرب معاكي حالا برضو عشان تشرحي شرح وفي. تمام. والناس تقدر يعني يشوفوكي بصوره واضحه. هنا اهو. اتفضلي. هنا اهو دلوقتي ده الربع، في مقاسات النص ال 0.75، الواحد، الواحد ونص، الاثنين، على حسب بقى المكان معانا لحد ثلاثة. تمام. أوكي. تمام. على حسب المكان اللي بنشتغل عليه سواء في الفيس او في البادي عامة. تمام. بنختار طبعا، الدكتور المختص اللي بيبقى شغال بيها بيختار الدبس، العمق بتاع السن اللي هيخش بيه على حسب المقاسات دي. تمام. طبعا السن برضو عندنا اهو. هو بيستخدم في ايه الديرما بين؟ الديرما بين دي بنستخدمها في حالات، يعني في حالات كتير. بنستخدمها مثلا في حالات، لو بنستخدم في الفيس بنستخدمه في حالات تفتيح وايتنينج. لو حد عنده بيجمنتيشن او تصبغات جلديه في. تمام. اماكن معينه بنقدر نفتحها بالديرما بين مع مواد معينه مخصوصة. مصر كلها مصابه بهذا طبعاً. بهذا العطل الفني. لا، ممكن كمان نستخدمها في حالات الـ مثلا الخطوط الدقيقه، الرينكلز، الدايناميك رينكلز. ممكن نستخدمها في حالات الاي كونتور اللي هو الهالات السوداء او البافنس اللي بيبقى موجود تحت العين، الانتفاخات. مصر كلها برضو. ممكن نستخدمها في حالات الوايت بورز، المسامات الواسعه. طبعا ما فيش بنت ما يعني ما بتشتكيش من موضوع المسامات الواسعه. تمام. هو ده الفيديو اللي حضرتك، ده الديرما بين ولا دي جلسه الديرما بين؟ ايوه. تمام. هنشرح عليها دلوقتي. تمام جدا. طبعا زي ما قلت لكم هي بيتركب السن ده، طبعا الاول بيتعقم. اول حاجه خالص قبل ما بنبدا البيشنت لازم بتحط كريم مخدر موضعي قبلها بربع ساعة مثلا قبل الجلسة عشان ما تحسش بأي حاجة. تمام. أول هي أصلا الجلسة مش مؤلمة بس عشان ما تحسش بحاجة. تمام. بعد كده بتغسل وشها عادي بالمية. طبعا خطوة مهمة جدا إن لازم البشرة تتعقم قبل ما نبدأ. تتعقم. تمام. بقى سواء بألكحول أو بيتاداين، المهم لازم تتعقم، دي خطوة مهمة جدا. تمام. بنعقمها وبعدين بنبدأ نشتغل. بنبدأ بقى نشتغل بالديرما بين بالسن بتاع البيشنت المخصوص اللي لسه بيتفتح وبيتعقم قبل ما نبدأ، وحتى هو جديد.
بنستخدم معاها طبعا حاجات ممكن هكلمكم عنها اكتر بعد شوية، بلازما او ميزوثيرابي او حاجات تانية كتير على حسب الاستخدام اللي احنا عايزينه. تمام، هي كل ست تقدر تستخدم جلسات الديرما بين ديت؟ اكيد طبعا كل ست تقدر تستخدمها، يعني حتى مفيش اي موانع ليه اطلاقا؟ لا، على الاقل حتى لو هي عايزه تعمل نضاره، يعني لو ما عندهاش مشاكل زي اللي قلنا عليها. كنت لسه عايزه اكمل لكم بقيه المشاكل. اتفضل. بتستخدم في حالات الخطوط الدقيقه، الهالات السوداء، التفتيح، الاكني سكارز اللي هي اماكن اثار ما بعد حبوب الشباب. تمام. حتى في دلوقتي حاجات حديثه وبيبرز اتعملت ان حتى الاكتف اكني الحبوب وهي لسه حيه وملتهبه، في مواد معينه مخصوصه للحبوب بنستخدمها مع الدرمابين بتقضي على الحبوب تماما. تمام. بنستخدمها برضو في السلوليت، في الستريتش ماركس، في البادي بقى عامه بنستخدم ديبس عميق زي ما قلت لكم. طبعا ده السن اصلا جايبه لكم برضو عشان اوريه لكم، بيبقى فيه منه مقاسات، بيبقى فيه منه مثلا 36، بيبقى فيه 36 سن، 42 سن، 12 سن، برضو ده بيتوظف على حسب انا شغاله على اريا ايه. تمام. دكتور بيحدد. طيب بنمشي بالديرما بين دي على الوش مثلا، دي جلسه احنا البنوته ما عندهاش مشاكل خالص في بشرتها غير ان هي عندها شويه ارهاق، فاحنا هنعمل لها سكين ريجوفينيشن، يعني نضاره للبشره وحيويه، نعمل لها نخلي الفيس جلوينج شويه، يبقى يعني نضر شويه. تمام. فاحنا بنمشي زي ما الفيديو باين كده. ممكن توضحوا الفيديو معانا برضو على الشاشه لان الناس محتاجه برضو تشوف ايه هي جلسات الديرما بين، يعني تخلوا الفيديو مع الدكتوره كده وهي بتشرح. اتفضلي يا دكتور. بنمشي بالديرما بين على الوش. طبعا الديرما بين دي فيها سنون بتفتح في مسامات الجلد، السنون دي بتطلع يعني بتطلع وتدخل بطريقه سموث جدا وهاديه وجنتل جدا، بتفتح لي مسامات الجلد، بتحفز لي الكولاجين والالاستين ان هم يطلعوا فيفرزوا بطريقه اكبر، يخلوا لي في نضاره وفي حيويه لانتاج خلايا الجلد بصوره احسن. تمام. حضرتك هي تتسمى عمليه ولا تتسمى جلسه؟ لا لا لا، دي جلسه يعني وجلسه، يعني هي فيها الام طبعا، عارفه ستات مصر كلهم بيخافوا من خالص. جلسه دي وجلسه سهله وبسيطه جدا، وقتها بيبقى بيتروح من كام لكام؟ ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه لتلت ساعه. جميل جدا، يعني ما تتسماش جراحه او اي شيء من خالص شبه خالص خالص. لا، حاجه سهله جدا وبسيطه ومن اسهل الحاجات اللي ممكن بتتعمل، وفي نفس الوقت هي سهله على البيشنت، وفي نفس الوقت ما بتمنعهوش من اي حاجه، ويعني ما لهاش اثار جانبيه كتير، من اسهل الحاجات في التجميل اللي بتتعمل وفعاله في نفس تمام. الوقت. تمام. في عمر معين بيرتبط بجلسات الديرما بين؟ لا 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 خالص، ولا متاح لكل الاشخاص برضه؟ متاح في اي عمر ومتاح لكل حاجه عادي. يعني الحاجات دي بس للستات، مفيش اي اختراع في الحاجات دي للرجاله؟ لا، هي على فكره دي مش للستات بس، انت كده ظلمنا على فكره. لا لا لا، دي للستات وللرجاله كمان، لان كمان عادي جدا. ابشروا يا معشر الرجال كده رضيوا عننا. للستات وللرجاله، لان دلوقتي طبعا يعني بنشوف كتير رجاله بتتردد على مراكز التجميل. انا ما شفتش والله. لا لا، في كتير، لان يعني هم بيبقى حرام يعني من نفسهم برضو يهتموا ببشرتهم، يهتموا دي حاجات عاديه، دي اهتمام ببشره، يعني نضاره، حاجات بسيطه يعني. الناس اللي بتعاني من الاكني سكارز كمان بتبقى فعاله جدا في حالات تساقط الشعر، ده بيبقى بالنسبه للميلز بيجوا بيتجهوا للحاجات دي كتير جدا. تمام. بتستخدم الديرما بين مع الميزوثيرابي بتجيب نتائج فعاله جدا في حالات تساقط الشعر. ايه هي الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل لاي شخص بيجرب جلسه الديرما بين؟ مفيش اي اعراض جانبيه غير انه ممكن يحصل شويه اريزيما، يعني احمرار بعد الجلسه، في خلال ساعه بيكون خلص. ممكن شويه اديما، يعني انتفاخ شويه، البشره هتبقى منتفخه شويه، برده بيهدى خالص، بنحط كريم انتي بايوتيك، كريم مضاد حيوي. بالنسبه للستات اللي بتشتغل برده، احنا بنتكلم كده عشان برده بالنسبه ان في ستات بتشتغل، فيجوز ان هي بعد ما تعمل الجلسه تاني يوم تروح شغلها عادي بالنهار، ولا ده شيء مش اي مشكله صعب. خالص بتتابع حياتها من تاني يوم، بس بيبقى في شويه ملحوظات بننبه عليها بتعملها، ان هي مثلا لازم من تاني يوم يعني ما ينفعش تتعرض للشمس غير وهي حاطه سان بلوك. خلاص. تمام. بتحط مرطبات قويه، بتحط الكريم الانتي بايوتيك اللي هو المضاد الحيوي علشان يحميها من اي انفكشن خارجي لو هي تعرضت لتراب لما تخرج او حاجه ما يعملهاش مشاكل. تمام. بس في خلال 5 ايام. بالنسبه للصور دي المنتجات اللي حضرتك بتشتغلوا بيها؟ دي من احسن المنتجات بنتعامل فيها عندنا في المركز. تمام. بس زي ما احنا شايفين في الفيديو هو ظاهر للمشاهدين. بالنسبه ده منتج ايه؟ ده منتج ايه؟
انا مش شايفه كويس، مش معروف. المنتجات في منتجات وايتنينج وفي منتجات للهير وميزو ثيرابي. تمام، يعني دي من اهم المنتجات الخاصه بموضوع التجميل عامه، او اللي هي مساهمه في موضوع التجميل في المركز، من احسن المنتجات. تمام. الفيديو تمام، اتفضل. تكملة الفيديو. تمام، انا كنت عايز اسالك سؤال بالنسبه لموضوع حب الشباب. ده الديرما بيني ده بيشتغل على برضه حب الشباب اللي موجود، بيبقى موجود في الوجه، ولا ده بيبقى ايه؟ بيشتغل يعني على، بيشتغل معاه يعني ليه علاج ليه؟ بيشتغل على اثار ما بعد حبوب الشباب، بيجيب نتيجه حلوه جدا. تمام، بعد قد ايه؟ بعد كام جلسه مثلا؟ عايزين نطمن يعني الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا عليكي. من تاني او تالت جلسه. من تاني او تالت جلسه. احنا قلنا وقت الجلسه من كام لكام؟ الجلسه ما فيش ربع ساعه تقريبا. تمام، يعني حاجه بسيطه جدا، حاجه سهله جدا وما تاخدش وقت. تمام. بالنسبه لموضوع الهالات السوداء، الانتفاخات اللي تحت العين، طبعا انت عارفه مصر كلها دلوقتي بيجملوا الشفايف، فبرضه هو داخل في نفس الموضوع دوت ولا ده بره عنه؟ لا لا، حلو جدا السؤال ده. الديرمابين برضه بتفيدنا قوي في النقطه دي. احنا بنعمل توريد للشفايف بالديرمابين، برضه بنستخدم معاها مواد معينه وبنستخدمها، بتعمل توريد للشفايف، بتعمل توريد. من ضمن استخداماتها برضو الدبل تشين او الدقن المزدوجة. تمام. بتوديها مع الميزو ثيرابي، حلو جدا. توريد للبشرة عامة، نضارة، لو واحدة عندها مناسبة مثلا ممكن تعمل الجلسة دي قبل المناسبة. تمام. بالنسبة لموضوع الهالات السوداء برضو بيشتغل معاها زي ما قلنا، انتفاخات العين فعالة جدا معها مع الميزو ثيرابي. تمام. بالنسبة لانتفاخات العين دوت، امتى يعني امتى العميل لو جه لحضرتك يعني امتى يحس بعد اي، بعد الجلسة الأولى بيحس ان موضوع انتفاخات العين ده راح لحاله؟ في حالات الهالات السوداء طبعا احنا عارفين ان انتفاخ العين، انتفاخ العين من تاني جلسة بيبدأ، يعني من أول جلسة بيبان شوية، بس عشان نوصل لريزلت بقى واضحة قوي ممكن من تاني جلسة. احنا برضو بنعرف السادة المشاهدين ارقامنا دلوقتي هتنزل على الشاشة، برضو لو اي حد حابب يستفسر اي حاجة او اي سؤال من الدكتورة احنا جاهزين. تمام. احنا قلنا ان هو بيستخدم برضو في حالات الشفايف، ده وضعه ايه يعني؟ بنستخدمه مع البلازما. خلاص انا عايزة اشرح لكم اصلا البلازما والميزوثيرابي. فاحنا ممكن بنستخدمه مع جلسات. احنا لو جينا مثلا نحكي ايه اللي بيحصل دلوقتي هنا؟ لا، دي جلسة هيدرافيشيال، تنظيف البشرة. تمام. دي برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة، دي جلسة تنظيف بشرة بتبقى ليها مراحل متعددة. بتبدأ الأول بتعقيم البشرة. تمام. وبالبخار وبعد كده بتشيل هي، بس الفيديو لسه هيشتغل وهيمشي شوية. تمام، لو جرينا شوية الفيديو بعد إذنكم. تمام. بيستخدم فيه شوية خطوات، كذا مرحلة. بالنسبة للحبوب اللي موجودة في الوجه دوت كلها، الموضوع الديرما بين ده بيقضي عليها تماما؟ في الديرما بين بيقضي عليها لما بنستخدم مواد معينة لحبوب الشباب. ألا وهي؟ مواد معينة مخصوصة، بتبقى مخصوصة لحبوب الشباب، غير كده المواد الميزوثيرابي يعني بتبقى مخصوصة للحبوب. تمام. غير كده بيبقى بقى بنستخدم على حسب الحالة اللي احنا عاوزين نعمل لها. تمام. لو احنا جينا بنتكلم كده دلوقتي ايه اللي بيحصل لما دلوقتي هي، بس هما جايبين الفيديو بتاع تنظيف البشره، فاحنا ممكن نستنى لما يجيبوا فيديو الديرما بين. ممكن نمشي شويه يا جماعه بعد اذنكم الفيديو التاني. تمام. تمام، يعني هما دلوقتي هما دلوقتي ده تنظيف للبشره، ده تنظيف للبشره بيمر تأهيل لما، يعني تأهيل للديرما بين. دي جلسة هيدرافيشيال اي بنت محتاجاها، تنظيف بشره عادي بتتعمل قبل اي حاجه، بتدي برضو بتهدي البشره، بتشيل منها البلاك هيدز والوايت هيدز، بتعمل بالالترا ساوند، بعد شويه هيظهر في الفيديو، بتشد البشره، بيبقى فيها ار اف، بتعمل يعني سكين ليفتنج شويه، فيرمنج للبشره، شد. ده الديرما بين اللي هما جايبينه دوت ولا ده برضو لسه؟ كل ده تنظيف بشره او لسه هنخش شويه؟ معانا يا استاذه اسراء على التليفون. الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كنت طبعا حابه اشكركم قوي على البرنامج الجميل ده، وبصراحه طرحت موضوع مهم قوي كنا حابين نستفسر فيه عن حاجات كتير. تمام. كنت بس حابه اسال الدكتور عن ايه الفرق بين الديرما بن والديرما رولر. معاكي الدكتوره، اتفضلي. ايوه، اهلا بيكي. اهلا بيكي. هو طبعا سؤال مهم قوي. الديرما بين والديرما رولر، الديرما بين دي اللي احنا بنشرح فيها دلوقتي، دي طبعا حاجه يعني احدث وكمان مور سبيسيفيك، يعني خاصه اكتر بالعيادات وبالمراكز، يعني لازم الشغل عليها يبقى دكتور اللي بيشتغل عليها، ما ينفعش حد في البيت يشتغل بيها. فدي اللي احنا بنوصف فيها دلوقتي، اللي هكمل لكم شرح عليها، بتبقى مور بروفيشنال اكتر، بتبقى نتائجها احسن. الديرما رولر بقى الفرق ان دي ممكن بعد ما الكلاينت او البيشنت
تشتغل في المركز بالدكتور يشتغل لها بدرما بين، هي ممكن تشتري الديرما رولر وتتابع في البيت بعد كده، معنى يعني هي بقى تعمل بالديرما رولر ما فيش مشكله بتعليمات الدكتور اللي هيقول لها عليه، بتقدر تستخدمه مع المواد السيرمز اللي هي عايزاها، بتستخدمها في البيت بالديرما رولر وخلاص، يعني هوم يوز البيشنت تقدر تتابع مع نفسها بيه، لكن الديرما بين لا لازم الدكتور في المركز. تمام، معانا هنكمل الفيديو ده الديرما بين. شكرا استاذه اسراء، كملي يا دكتور. زي ما قلنا بنمشي هنتكلم بالديرما بين. هنتكلم بسرعه لان الوقت معانا، فتفضلي. طيب ايه هو برضو عشان نخش بسرعه على موضوع الميزوثيرابي. معانا استاذه ريم على التليفون. الو، عاوزة أسأل الدكتورة المسامات الواسعة إيه حالنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا معاك الدكتور. المسامات الواسعة دي طبعا مشكلة بتقرب كل البنات، يعني ما حدش عنده ما بيشتكيش من المسامات الواسعة. هي دي مشكلة بتبقى دايما إن البنت اللي بتشتكي من كده بتبقى مثلا بشرتها دهنية أو مختلطة، وبتبقى مش مهتمة، يعني ما بتبقاش عاملة روتين مخصوص لبشرتها دايما أو بول، فدايما البشره المختلطه ممكن تكون بتحط الميك اب مثلا ومش بتنظفه. طيب بنعالج، احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذه ريم. بنعالج المسام الواسعه ازاي سريعا؟ بنعالجها يا اما بالفراكشنال ليزر، ده جهاز، يا اما بنعالجها بالديرما بين مع الميزوثيرابي زي ما اتفقنا. طب بسرعه هنقول ايه هو الميزوثيرابي. طيب الميزوثيرابي ده عباره عن فيتامينات ومعادن بنجيبها من مصدر خارجي بره الجسم. طيب، علشان لو هي مش موجوده في جسمنا بسبب ان الشخص انيميك او اي مشاكل تانية، دي بنجيبها من مصدر خارجي بندخلها جوه بشرتنا. معانا استاذه خلود على التليفون. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الدكتور على حاجه. تمام، اتفضلي معاكي الدكتور. ايوه. طيب هو دلوقتي انا رحت للدكتور وقال لي ان هو مطلوب مني اعمل جلسات بلازما. تمام، فانا مش عارفه الجلسات البلازما دي عباره عن ايه يعني، وهل هي يعني عامله عمليه اكنها عمليه ولا يعني. هنوضح لحضرتك حالا، تابعينا وشوفي الدكتوره هتقول لك ايه. هو السؤال برضو مهم جدا، انا كنت برضو عايزه اقول لكم عليه. البلازما دي جلسات من الحاجات الحديثه جدا والممتازه قوي. طب احنا بسرعه نرجع تاني للميزوثيرابي ونخلي البلازما اخر حاجه. تمام، يعني عشان نشوف ايه هي استخدامات الميزوثيرابي. طيب الميزوثيرابي ده بيبقى فيه منه ميزوثيرابي للفيس للوجه، بيبقى فيه منه للبشره، فيه منه للشعر، فيه منه لللايبوليسز اللي تمام. هو ريشيبنج او تخسيس. تمام. اوكي، الفيس بنستخدمه في حالات التفتيح، في حالات النضاره، في حالات شد التجاعيد، بنستخدم مواد فيه مثلا التفتيح جلوتاثيون، بنستخدم للنضاره حاجات زي الهيالورونيك اسيد. هننوه بس عن حاجه صغيره، طبعا يعني بننوه على موضوع الغريمات اللي موضوع اللي بتتبناه موضوع برنامج كلمه السر، وهو هينزل دلوقتي حالا على صفحه البرنامج. يا ريت موجود على الهواء دلوقتي الصفحه اللي بنستقبل عليها رسائل الغريمات، والله انا ما بستقبلش اي رسائل من يوم ما نويت عن الموضوع. نسأل الله العلي العظيم ان يجعلنا ايد او سبب في الموضوع دوت. معلش يا دكتور تاني في عجاله، هسألك حضرتك سؤال، نتائج الميزوثيرابي دي مفعولها سريع جدا ولا مفعولها ايه؟ مفعولها ممكن على حسب الحاله، لو نضاره ممكن من اول جلسه بتحس بالنتيجه. تمام. الحالات التانيه من تاني او تالت جلسه بتبدا تحس بالنتيجه. ليها اثار جانبيه او اي مشكله من دي؟ لا، زي ما قلنا برضو بيبقى احمرار بسيط، بيبقى تورم خفيف، وبيروح في خلال ساعه ساعتين وبنمشي على التعليمات. تمام، ايه الفرق ما بينه وما بين الديرما بين؟ ما بين الميزوثيرابي والديرما بين. هو الميزوثيرابي منتج بنستخدمه مع الديرما بين اللي هي الاداه. تمام. بنوصل لاحسن النتائج، واحيانا بقى بنعمل مع الديرما بين بنعمل كومباينيشن ما بين البلازما وما بين الميزوثيرابي. تمام، احنا عندنا سؤال على الصفحه السريع بيقول ايه افضل انواع الصن بلوك للبشره؟ طبعا هو الصن بلوك بيختلف من شخص للتاني، فانا مثلا ازاي اختار الصن بلوك المناسب لبشرتي؟ خلاص، الصن بلوك ده اولا في حاجه اسمها صن سكرين. معانا رساله على صفحه البرنامج، علاج حب الشباب. لا طب نكمل سؤال سؤال، اكمل السؤال الاولاني. يبقى يكملوا السؤال الاول. تمام. في صن سكرين وفي صن بلوك. الصن سكرين هو ما بيمنعش الاشعه فوق البنفسجيه، هو بيحمي منها شويه. الصن بلوك لا، هو بيحمي منها بنسبه كبيره جدا، بنسبه من 95% ل 98%. طيب انا دلوقتي استخدم اختار ازاي صن بلوك لبشرتي؟ دلوقتي في بشره دهنيه، بشره مختلطه، في بشره جافه وبشره حساسه. لو بشره دهنيه معانا استاذ عطا واخر مكالمه معانا. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره سمر.
ايوه اهلا اتفضل. اهلا وسهلا. أهلا انا راجل بلغت عطاء عبد المتعال مع حضرتك. الله يسلمك. انا بلغت عمر 60 وفي تجاعيد في الوجه، هل في يعني زي علاج او كريمات او حاجه زي كده للفرد؟ تابع معانا وهنوضح لك حالا. العمر كله ليك ولحضرتك ان شاء الله. طبعا اكيد في علاج الديرمابين اللي احنا بنتكلم عنه مع الميزوثيرابي بيجيب نتائج فعاله قوي في التجاعيد. يعني ممكن من ثالث جلسه حضرتك تحس بفرق كبير والتجاعيد تبدا يعني تقل خالص بنسبه كبيره. تمام. ففعاله. هنرجع يعني تاني للصن بلوك بسرعه لان وقتنا. الصن بلوك لو بشره بيبقى فيه منه فورمولاز كتير، يعني في منه مثلا لوشن، في فلويد، في جل. تمام. كريم، فلويد، وجل. البشره الدهنيه ما ينفعش استخدم معاها الكريم لان هو بيبقى البشره الدهنيه اصلا بيبقى فيها جريزنس كتير. تمام. بستخدم معاها الفلويد او الجل. البشره الحساسه بستخدم معاها الكريم او الجافه، بستخدم معاها الكريم او اللوشن، خلاص ما استخدمش معاها الجل. طبعا انا لازم قبل ما اخرج يعني بحط الصن بلوك بتاعي قبل ما اخرج بربع ساعه. في مكالمات كتيره جدا بس للاسف احنا الوقت الحلو دايما بيفيد بسرعه. معانا ارقامنا موجوده على التليفون على الشاشه ان شاء الله، لو اي حد محتاج يكلم الدكتوره في اي وقت احنا موجودين وارقام تليفوناتنا تسعه ان شاء الله. لازم نجدد الصن بلوك كل ساعتين. تمام. ولو نازلين بول او بحر لازم برضو نرجع نجدده بعد ساعه وربع. معانا سؤال وهو اخر سؤال معانا، ايه هو افضل علاج لتساقط الشعر في عجاله في الرد؟ طيب تساقط الشعر بنستخدم معاه جلسات البلازما اللي يعني لو في امكانيه اشرحها بسرعه مع الميزوثيرابي. ماشي. البلازما ده بيكون عباره 30 سنه. البلازما ده بيكون عباره عن ان انا باخد 10 سنتي من المريض من الدم بتاعه وبفصله في جهاز طرد مركزي، بيفصل لي طبقات الدم بيخلي فيها الصفائح الدمويه فوق، هي دي اللي بسحبها اللي بيكون فيها معظم الحاجات اللي انا محتاجاها بترجع تتحقن تاني، سواء انجكشن او سواء بالديرمابين يعني بتزود في فروه الراس بتحفز لي البصيلات ان هي ترجع تنمو تاني. ما نحرمش منك يا دكتور، وانا طبعا سعيد جدا بالوقت، مهما الوقت طول برضو الاوقات الحلوه ما بتتحسبش دايما او بتخلص بسرعه، هم للاسف بيبلغوني ان وقتنا خلص. مفيش مشكله. نورتيني وشرفتيني. انا اسعد. ويا رب الناس يكونوا يا رب تكون الحلقه كانت ظريفه والناس استفادت. اكيد كانت ظريفه ان شاء الله، وكنتي منورانا منوره مصر كلها. تسلم. اعزائي المشاهدين انا سعيد دايما ودايما بكون ممنون وانا موجود في وسطكم، وان شاء الله استنى رسائلكم وتليفوناتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.